أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن المشروع الإصلاحي الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله يعد تجربة متميزة ونموذجا رائدا. وأشار سعادته في تصريح خاص لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين إلى أن إنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية يعد إحدى ثمرات ناجحة لهذا المشروع الرائد كأول معهد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط. جميع الدول تمر بتجارب سياسية، والتجربة السياسية هذه تمر بعدة مراحل. البحرين مرت بتجربة سياسية ما زلنا نعيشها، وهي واحدة من أهم المراحل في تاريخ البحرين الحديث. المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى كان يعتمد على كثير من المؤسسات اللي أنشئت خلال العشرين عام. طبعا إذا شفنا السلطة التشريعية متمثلة بالغرفتين مجلسي الشورى والنواب، شفنا إنشاء ديوان للرقابة المالية، النيابة العامة، المجلس الأعلى للمرأة. لما أنشئ معهد التنمية السياسية هو المعهد الوحيد في الشرق الأوسط اللي يعني بهذا الموضوع، وهي التنمية السياسية خدمة لمشروع إصلاحي، بيان لمدى أهمية وجدية هذا المشروع. طبعا معهد التنمية السياسية الآن مر عليه أكثر من 13 عام، أنشئ في عام 2005، كان يستهدف المجتمع المدني، يهدف لطرح كثير من البرامج، خدم أكثر من 30,000 مواطن خلال 13 عام، كان منهم 10,000 مشارك في برامج تدريبية مباشرة، إضافة إلى 20,000 تم استهدافهم من خلال برامج توعوية شارك فيها طلبة المدارس، الجامعات، المرشحين، الناخبين، من يعمل في وسائل الإعلام. المعهد أصدر خلال هذه الفترة أكثر من 300 إصدار، وتنوعت هذه الإصدارات خدمة لتجربتنا السياسية في مجال السياسي، الإعلامي، الاقتصادي، كيفية استخدام الكثير من الأدوات الدستورية اللي يملكها الممثل الشعب من خلال غرفتي الشورى والنواب، تحليل الميزانية العامة، حق السؤال، اعتماد الميزانية العامة، التعديلات الدستورية الأخيرة، كلها يعني مجموعة من البرامج قدمها المعهد. وأكد سعادته أن البحرين اليوم مقبلة على مرحلة جديدة وفصل جديد من فصول التجربة الديمقراطية البحرينية، وسيكون معهد البحرين للتنمية السياسية مساهما وفاعلا في تحقيق الاستفادة لجميع المواطنين. وتطرق سعادته إلى البرنامج التدريبي لانتخابات عام 2018 تحت شعار درب، والذي أطلقه المعهد مؤخرا بهدف تعزيز الاتصال بين أفراد المجتمع من خلال استثمار الآفاق المفتوحة للمشاركة الانتخابية وزيادة الوعي بأهميتها. اليوم احنا مقبلين على تجربة أخرى أو مرحلة مهمة يجب الاستفادة من ما يقدمه المعهد. شارك لحد اليوم في برنامجنا الجديد المطروح أكثر من 250 مرشح متوقع، شارك كثير من مدراء الحملات الانتخابية في هذا البرنامج، وأعتقد بأن ما يميز هذه التجربة بأنها ذات خصوصية. البحرين ما اقتبست تجارب آخرين، بل تجربتنا خاصة فينا نجحنا فيها. المواطن والمجتمع المدني بكامله من حقه أن يكون مطلع على الكثير من الأدوات اللي يقدر يستخدمها دفاعا عن حقوقه، وما هي الواجبات اللي يجب أن يلتزم فيها. لله الحمد، أعتقد ما قدم خلال هذه الفترة
احنا نطمح انه يقدم افضل من ما قدم. الشكر للجهاز التنفيذي في المعهد، مجلس الامناء كان لهم دور كبير في التواصل مع السلطه التشريعيه، مع الجهاز التنفيذي. وهذه الحقيقه يعني بادره ومشروع احنا يعني نثمن فيه كمواطنين لجلاله الملك ايده الله. هذه التجربة اللي يجب أن احنا نحافظ عليها ونحاول أن نقدمها للأجيال القادمة بشكل يتناسب مع متطلباتهم وطموحاتهم.